السلام عليكم دكتور، أنا طالب على حسين السير ميكانيك عام 70 مرحلة 3، إن شاء الله راح أبلش بارت 5. أبدأ بالتوب بلين، أبدأ بدائرة وقطر وبوينت 1785، وأيضا أعمل على إكسترود بمقدار 1.75. أيضا أحدد سكيج وأعمل على مستطيل أحدد أبعاده اللي هو 0.50، وأيضا البعد 0.50، وأيضا أعمل على اكسترود بمقدار 1.1 ألف. والآن أعمل على رايت بلين أيضا، أعمل على خط سنتر لاين، لا تعيين، حدد بعده اللي هو 5.50، أيضا أعمل على دائرة من السنتر للسنتر وأختار خط سنتر لاين، وأيضا أعمل على تريم وأيضا أختار أوفسيت حدد الأوفسيت 0.25. والآن أعمل على خط أنجل زاوية 30، وأحدد الخط اللي هو أحدد الخط وأعمل على سيركولر، أحدد المكان عن طريق اللينير، أحدد سيركولر أيضا أحددها 30، والرقم هو 7، 7 خطوط.
أيضا الآن أحدد دائرة بمقدار 2 بمقدار 1.125 وأيضا عن طريق اللينير. وأيضا الآن عن طريق سيركولار بوتون أحدد المكان، أحدد دايميشن، وأحدد هي 5، وأحدد الدرجة 5، وأحددها بالجهة العليا. طيب أوكي، والآن عن طريق الترم أيضا أحدد الخطوط الزائدة أيضا أحذف الخطوط المساعدة أنا عن طريق سكيتش عن طريق السويب عن طريق السويب حدد عن طريق الاكسترود ثرو اول عن طريق الاكسترود كات اختار ثرو اول وأحدد الدوائر
الآن تم تحديد خطأ الدواء. أيضا نعمل فلت نحدد هيل أو بوينت 1 2 1 2 5. بحدد المقطع اللي يحمل عليه الفلت. الآن تم عمل القطعة الأخيرة، أيضا سوف نحفظها في السيف.